بناتي التلميذات، أبنائي التلاميذ، سيدات والسادة الأمهات والآباء، أعزائي الأساتذة وكافة الأطر التربوية والإدارية، بعد ما نجحت بلادنا في رفع تحدي تنظيم امتحان البكالوريا وفق التوجيهات الملكية السامية لصاحب جلالة نصره الله في أجواء متميزة رغم الوضعية الاستثنائية اللي ما زال كنعيشوها بسبب هذا الفيروس، أعلنا اليوم عن نتائج الدورة العادية للبكالوريا واللي عرفت واحد نسبة نجاح بلغت 63.08%. هاد السنة أنتم أكثر من 196,000 اللي حصلتوا على شهادة البكالوريا، ومنكم أكثر من 100,000 اللي حصلوا عليها بميزة. بغيت بهذه المناسبة نهنئكم ونهنئ كذلك الأمهات والآباء ديالكم بهذا النجاح وبهذا التفوق. شهادة البكالوريا كتشكل واحد المنعطف هام في المسار الدراسي ديالكم وفي المسار الشخصي، لأنها كتفتح لكم واحد الأفاق مستقبلية جديدة. لهذا كنتمنى لكم واحد المسيرة موفقة في دراستكم العليا، وكنتمنى أنكم توصلوها بنفس العزيمة وبنفس الطموح لتحقيق الأفضل. كنتمنى كذلك حظ سعيد لبناتنا وأبنائنا اللي ما حالفهمش الحظ في هذه الدورة العادية، واللي غادي إن شاء الله يجتازوا الدورة الاستدراكية في أحسن الظروف، واللي غادي يتمر وفق نفس التدابير التنظيمية والوقائية. لهذا كنطلب منكم المزيد من الجدية والمثابرة باش تنجحوا إن شاء الله. كذلك بغيت نشكركم أنتم الأمهات والآباء على حرصكم لهذه المواكبة اليومية لبناتكم وأبنائكم خلال في الأول عملية التعليم عن بعد، ومن بعد في فترة الاستعداد للبكالوريا، وأيضا الخيارات ديالكم الإيجابي في جميع التدابير اللي اتخذت الوزارة. كافة نساء ورجال التربية والتكوين باختلاف مراكزهم ومسؤولياتهم، وخاصة الأساتذة والمفتشون ورؤساء المؤسسات التعليمية، انخرطوا بحس وطني عالي في إنجاح التدابير المتخذة من أجل استكمال الموسم الدراسي الحالي في أحسن الظروف، وخاصة عملية التعليم عن بعد وتنظيم امتحان البكالوريا. لهذا أتقدم إليكم جميعاً بأسماء عبارة الشكر والتنويه والامتنان، كما أود توجيه عبارة الشكر والامتنان إلى السلطات العمومية والمصالح الأمنية وجميع المتدخلين الذين ساهموا في إنجاح مختلف محطات هذا الاستحقاق الوطني. وختاما كنلتمس من الجميع مواصلة الجهود بنفس الحرص من أجل إنجاح المحطة الدورة الاستدراكية المقبلة إن شاء الله، وكذلك إنجاح الدخول المدرسي 2020-2021، واللي كنتمناو أنه يكون دخول متميز على غرار الدخول ديال السنة المنصرمة، واللي كيتسم بالمزيد من التعبئة الجماعية حول المدرسة ديالنا من أجل الارتقاء بها، من أجل الرفع من مردوديتها. وهذا الدخول إن شاء الله الشعار ديالو غيكون من أجل مدرسة متجددة منصفة مواطنة ودمجة.